الحقيقة الموضوع اللي احنا نتكلم فيه موضوع مهم جدا كلنا بنعيشه احيانا يعني. طبعا الكل بيعاني يعني، يا رب ابدا ما يجيش، ولكن بالتأكيد بيمر الانسان كده بان يعني مشاكل، نوع من انواع الضغوط. هو بيسعى ان هو يحقق اهدافه عموما، وان هو يحسن من نوعية حياته، بيمر بقى بضغوط مختلفة. ولو ما مرش بالضغوط دي على فكرة النجاح ده مش هيكون ليه طعم. ولكن الضغوط ممكن تكون اجتماعية، ممكن تكون مادية، ونحط خط كده تحت مادية، ضغوط نفسية، ضغوط في الشغل. دايما كلنا يعني في الضغوط بتحيط بينا للأسف الشديد، ولكن الشاطر هو اللي يعدي من الضغوط دي. والله ما احنا هنعرف بقى الشاطر يعدي ازاي، لأنه أيوة. هو بحر غريق لو انت دخلت فيه وغصت قوي يعني، وسبت نفسك للضغوط النفسية والتحديات اللي بتواجهنا في الحياة كتيرة. فلو انت مريت كده يعني كل أزمة وكل مشكلة هتمر بيها في الحياة، هتلاقي نفسك على آخر الأسبوع أنت قاعد الويك إند يعني في حالة نفسية مش طيبة، ثم تلاقي بقى تراكمات. لكن الشاطر اللي يحاول يخرج من هذه التحديات ويستفيد منها ويحولها من محنة لمنحة، وإنه يستمتع بحياته حتى في ظل هذه التحديات. نصايح بقى أكتر علشان نعرف إزاي نعدي هذه الضغوط اللي مش هتخلص واللي مش هتكون مش موجودة على الإطلاق يعني. دكتور هشام ماجد استشاري الطب النفسي، أهلا بحضرتك، صباح الخير يا فندم. صباح الفل يا استاذه علا، صباح الخير يا استاذه. أهلا بيك يا فندم، يوم حضرتك سعيد يا دكتور. وخلينا يعني نوضح بس الأول كده، هو ضروري إن إحنا كلنا نمر بضغوط نفسية؟ ويعني إيه ضغط نفسي، وإزاي أحس إن أنا في ضغط نفسي أو أعرف إن أنا في ضغط نفسي؟ هو الضغط النفسي ده شيء طبيعي ومشاعر إنسانية طبيعية كلنا بنمر بيها، حالة تعتبر من القلق والتوتر والإجهاد الجسدي والنفسي والعقلي. كل البشرية بتمر بيها على اختلاف درجاتها على حسب الموقف اللي اختلاف درجاتها فيه. واختلاف الأعمار برضه يا فندم، يعني ممكن طفل يبقى عنده ضغط نفسي؟ طبعا. طب أعرف إزاي وأتعامل إزاي بالنسبة للأطفال؟ ناخدها كده مراحل، يعني الأطفال، الشباب، الكبار بقى اللي في أعمالهم وأشغالهم. تمام. الأطفال عادة بيعبر عن الاسترس أو الضغط اللي هو متعرض ليه بأعراض جسدية بتظهر مع الأطفال. تمام. ألم في معدته على طول، ما بياكلش، ما بينامش، دي بتظهر عادة مع الأطفال، الأعراض الجسدية بتاع الاسترس أو الضغط النفسي أو الضغط العصبي. طب لو مرحلة الشباب؟ مرحلة الشباب لا، بتظهر بقى الأعراض النفسية والأعراض الجسدية، القلق والتنشن والخوف وعدم التركيز وضعف الذاكرة، دي الأعراض النفسية اللي بتظهر مع الضغط النفسي أو الاسترس، بجانب الأعراض الجسدية. وأشهرها طبعا احنا كمصريين موضوع القولون العصبي يعني. ايوه كلنا ينطبق على الشباب، ينطبق على طبعا الكبار. طب ايه النصايح اللي حضرتك بتوجهها لنا النهارده علشان نحاول نحد من هذه الضغوط اللي لا تنتهي ولا تتوقف ومش هتتوقف؟ هو لازم الاول نعرف ان الضغوط دي ممكن تبقى ضغوط صحيه، يعني في البدايه الاسترس او الضغط النفسي ده بيزود البرفورمانس او بيزود الاداء بتاع الشخص، لان بيخليه مركز. ايوه. لما بيعلى هذا الضغط النفسي بيوصل لمرحله في الطب النفسي بنسميها فوكسنج، او ابتدى بقى ايه حضرتك كمذيعه تركزي قوي في شغلك، كمذيعه ابتدى حضرتك تركز قوي في شغلك. في ناس ما بتعرفش تنتج الا وهي تحت ضغط، يعني تبقى مضغوطه كده وحاسه ان هي، سواء حتى لو بتذاكر يعني الامتحان قرب فبتذاكر كويس.
كده اه بيدي المسؤوليه وبيدي التركيز. اه يعني ممكن ان هو يكون ليه جانب ايجابي ولكن حسب ما وظفه، والجانب السلبي ممكن يوصل للاكتئاب الشديد. كنا نحب نتكلم اكتر مع حضرتك ولكن الوقت برضو وقت الحلقه يمثل علينا ضغط. بالتاكيد بالتاكيد الحلقه كمان مضغوطه. بنشكرك شكرا جزيلا وشكرا يعني للمعلومات الدكتور هشام ماجد استشاري الطب النفسي. يعني كلنا نحاول ان شاء الله احنا نحاول نتعامل مع الضغوط ويتابعوا يوم سعيد كل الضغوط تنتهي ان شاء الله.